اسمك هيطلع لك لما يبقى عندك 18 سنة، خدي بالك من تصرفاتك عشان يطلع لك اسم حلو. حاضر يا ماما، ما تقلقيش، اكيد هيطلع لي اسم حلو زيكو. ماما ماما، انا جبت 7 من 10. 7 من 10؟ انت كده ممكن يطلع لك اسم بليدة. ذاكري كويس المرة الجاية. هذاكر اكتر عشان اجيب درجة احلى. ايه حوار الاسم ده بقى؟ بابا هو انت ازاي اخدت اسم متميز؟ كنت طول عمري بطلع الاول لغاية ما اتخرجت. عشان كده ماما متضايقة من الدرجة بتاعتي. انا ان شاء الله هذاكر عشان ابقى اسمي متميزة زيك. النهاردة كملت 18 سنة، يا ترى ايه الاسم اللي هيطلع لي؟ اكيد مش متميزة طبعا. ممكن تعديني الطريق يا بنتي؟ حاضر، اتفضل يا عم اتفضل. شكرا يا بنتي. العفو. ايه بطلة؟ ليه بطلة يعني؟ ده انا عديت راجل الشارع. كويس، عشان ماما بس ما تدينيش كلمتين. ماما طمنيني، الاسم طلع لك؟ طلع لي بطلة. بطلة؟ اما اروح بقى اقول لخالتك. بصي الحقيقة ان انا اصلا مش عارفة الاسم ده جالي ازاي، حاساه اتحط في السيستم بالغلط. انا عديت حد الشارع بالغلط. بالغلط، المهم ان انا ام البطلة. كاميليا؟ انا. اتفضل. انا معايا ليك رسالة. عشان انت عديتيني الشارع ادعوكي للقصر بتاعي. الراجل عايش في قصر، عشان كده جالي اسم بطل. ماما ماما، شفتي الراجل اللي عديته امبارح بعتلي الجواب ده؟ شوفي كده. يا لهوي، انت مش عارفة مين ده يا بنت؟